خيرا يا أمير المؤمنين. وأي خير أجد في خراسان؟ فخراسان هذه من أيام هشام بن عبد الملك، كانت عصية علينا بأهلها وأرضها ومناخها. واليوم هذا نصر بن سيار يخبرني أن الكرماني قد خرج عليه. إنها هنا سريتين خارج دمشق وأخرى خارج بغداد، إن شئت فارسل بهما إليه ليعد الفتنة يا أمير المؤمنين. إنما أنت رجل طيب يا عبد الحميد، أما الحرب وتحريك الجند فمن شأني، وأنا أعلم به منك. واعلم يا ابن يحيى أن الكرماني قد جمع حوله 200,000 من الجند، وأن جندنا هناك منقسمون منكسرون، قد دب بينهم الخلاف والعداوة، فلا يدرون أهم أعداء أنفسهم أم أعداؤهم الخراسانيون. إذا حق ذلك يا أمير المؤمنين وأن الكرماني قد جمع له 200,000، فإنه بذلك سيضعف نصر عن ملاحقة أبي مسلم. لقد كتب لي نصر أبياتا في أسفل هذا الكتاب، هاك اقرأ. أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الشر مبدأه كلام. وقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام، فإن يقظت فذاك بقاء ملك وإن رقدت فإني لا ألام. فإن يكو أصبحوا وثووا نياما فقل قوموا فقد حان القيام. وهل استفحل بهم الأمر حتى وصل إلى هذا الحد؟ ويريدني وأنا بهذا الضيق أن أرسل له من يعينه على أمره. أرى يا أمير المؤمنين أن خطر العباسيين أشد من خطر الخراسانيين، فهؤلاء بيننا وفي أوساطنا وأولئك بعيدون عنا، واستقرار بلاد المسلمين إنما يكون باستقرار مدينة الخلافة يا مولاي. صدقت، لهذا جئت بك وزيرا يا عبد الحميد. أريده في السجن وأمنعوه عن مخالطة الناس. من يا أمير المؤمنين؟ إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أريده في السجن حتى أقطع صلته بكل من يتولاه ممن خدع به. هو في الحميمة يا سيدي، لذلك عليك أن تسرع إذا كنت تريد أن تبقى قائدا في جيشي وأن أكون أميرا لك، وإلا فإن هؤلاء قادمون لي ولك. هل انتظر أمير المؤمنين ريثما نعرف من معه ومن دعاته؟ حسنا، ولكن شددوا عليه رقابتكم وارصدوه وأهل بيته وأبنائه وكل من يدخل عليه. أنتم ترون يا إخوتي تشرذم بني أمية واختلافهم، وتعرفون أننا بدأنا نقطف الثمار ما زرعه أبي، ولولا تشرذمهم وخلافهم لكان الأمر أصعب علينا، ولم نكن نأمل أن يتبعنا الآلاف من المسلمين. هل من جديد يا أخي؟ لقد بعث إلي أبو مسلم الخراساني أخبارا يطمئنني بأن أتباعنا ينتظرون إعلان دولتنا. حقا؟ هل جاء الوقت لنكون خلفاء المسلمين؟ إذا استفدتم من أخطاء غيركم فقد يكتب الله لكم الخلافة ودوامها، وإذا وقعتم فيما وقعوا فيه من تفكك وخلاف وطمع فستنتهون كما ينتهي عهدهم أمام أعينكم. لا أصدق، رحمك الله يا أبتي، ليتك كنت حاضرا وترى حصاد ما زرعته يداك السنين الطوال. سأكتب إلى أبي سلمة الخلال وأبي مسلم الخراساني أن يمهدا لإعلان خلافتنا.
من أين أنتم قادمون؟ من خراسان. وإلى أين الوجهة؟ إلى مكة لأداء فريضة الحج. هذا رسول أبي مسلم يا سيدي. السلام عليك يا سيدي. عليك السلام. أنت عربي؟ نعم يا سيدي. حسنا، اذهب مع الغلام حتى يطعمك ويسقيك ريثما أتفرغ لك. رسول أبي مسلم؟ لماذا يبعث أبو مسلم إلي بالرسول؟ خطب علي عليه السلام فقال مخاطبا الناس: ليتأسى صغيركم بكبيركم، وليرأف كبيركم بصغيركم، ولا تكونوا كجفاة الجاهلية لا في الدين يتفقهون ولا عن الله يعقلون، كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزرا ويخرج حضانها شرا، افترقوا بعد ألفتهم وتشتتوا عن أصلهم، فمنهم آخذ بغصن أينما مال مال معه، على أن الله تعالى سيجمعهم لشر يوم لبني أمية، كما تجتمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب، ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين، حيث لم تسلم عليه قارة ولم تثبت عليه أكمة، ولم يرد سننه رص طود ولا حداب أرض، يذعذعهم الله في بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع في الأرض، يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمكن لقوم في ديار قوم. فهل يزول ملكهم عما قريبا يا سيدي؟ قال أمير المؤمنين: وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو والتمكين كما تذوب الألية على النار. أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقوى من قوي عليكم، لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل، ولعمري ليضاعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. وكأن أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن يومنا هذا. خذ. لقد قال لي أبو مسلم إنك ستمدني بخمسين ألف دينار حتى يصرفها على الدعاء وهو في طريقه إليك. لا، ربما أرسلها له فيما بعد. اذهب الآن، رافقتك السلامة. أمرك يا سيدي. قصدت الإمام الصادق باكراً فاستأذنت الدخول عليه، فأذن لي وأمرني بالجلوس فجلست، فالتفت إلي يحدثني قائلاً: الحمد لله مدبر الأدوار ومعيد الأكوار،
طبقا على طبق وعالما بعد عالم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدلا منه. تقدست أسماؤه وجلت آلاؤه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وبذلك قال الرسول الأعظم: أعمالكم ردت إليكم. يا مفضل، الخلق حيارى عمهون، سكارى في طغيانهم يترددون، وبشياطينهم وطواغيتهم يقتدون، بصراء عمي لا يبصرون، نطقاء بكم لا يعقلون، سمعاء صم لا يسمعون، رضوا بالدون وحسبوا أنهم مهتدون، حادوا عن مدرجة الأكياس ورتعوا في مرعى الأرجاس الأنجاس، كأنهم من مفاجأة الموت آمنون، وعن المجازات مزحزحون، يا ويلهم ما أشقاهم وأطول عناءهم وأشد بلاءهم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. لا تبكي يا مفضل، تخلصت إذ قبلت ونجوت إذ عرفت. غريب الأمر إبراهيم بن محمد، لقد أوصى الخراساني أن أحضر له المال وأصر على ذلك، فلماذا لم يعطني إياه؟ ليت شعري. ماذا كتب إبراهيم بن محمد؟ لماذا لم يجبه إلى طلبه؟ ألأنني جئته مرة أولى؟ هل حقا شك فيه؟ سأرى ما بها. بدأ الشك يقتلني. هل سمعتم أن يزيد بن الوليد قد مات؟ أنا سمعت. بعد وفاة يزيد فإن إبراهيم أخاه أضحى الخليفة من بعده، ولكن لم تستقر له الأمور بعد. أنا لا يهمني من هذا الأمر شيئا، فليموت من يموت وليقوم بالأمر من يقوم. قل لي، ما هي حاجيات الناس هناك؟ ما الذي يفقدونه؟ أحسنت، فقضاء حاجة المسلمين والمحتاجين أمر يحبه الله، فجزاك الله خيرا. أريد أن أعرف حاجياتهم كي أرسل لهم بقافلة كبيرة، ففي الحروب يمكننا أن نبيع الدينار بثلاثة. كما طلبت، انهض. يا أمير المؤمنين، هذا أمر يهمك. أنت رسول إبراهيم بن محمد بن علي؟ نعم يا سيدي، ومستجير بك. وأين هو الآن؟ لا يزال في الحميمة يا سيدي. أحقا طلب من أبي مسلم أن يقتلك لأنك رسول عربي؟ نعم يا أمير المؤمنين، فهو يريد رسولا يأمن منه أن لا يقرأ ما يكتبه لأبي مسلم، وإن قرأ لا يفهم كما فعل صاحبنا. لا تخش شيئا، فأنت في أمان بيننا. خذه. هكذا إذن يا إبراهيم. يا أبا عبد الله،
أخبرنا عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل. الكفر في كتاب الله على 5 أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله، وكفر البراءة، وكفر النعم. فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون. وأما الوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده. يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ويقول الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا تفسير وجهي الجحود. والوجه الثالث من الكفر كفر النعم، وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، وهو قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان، ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده، فقال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة، وذلك قوله عز وجل يحكي قول إبراهيم عليه السلام كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني تبرأنا منكم. وقال يذكر إبليس وتبرئته من أوليائه من الإنس يوم القيامة إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة أرى أن الأمور قد تفلت من أيدينا يا مولاي. كيف؟ لقد قرأت رسالة إبراهيم مرات ومرات، فوالله ما كتبها بهذا اللحن من الكلام إلا وهو واثق بما في يديه.
لقد قلت مرارا لا تتركوهم، لاحقوهم حيث كانوا، اقتلوهم، شردوهم، هؤلاء يهزون ملكنا. اهدأ يا أمير المؤمنين، فنحن نقوم بكل ذلك، هم يعملون ونحن نعمل، والغلبة لنا بإذن الله. نرجو أن ينصرنا الله على بني العباس كما نصرنا على غيرهم. أحسب أنني يزيد أو إبراهيم بن الوليد؟ كلا، أنا مروان بن محمد، نعم مروان بن محمد، وسأكون لهم بالمرصاد. أين إبراهيم بن محمد الآن؟ إبراهيم بن محمد بن علي؟ نعم. خذوه. أهلا. أخيرا. ها هو إبراهيم بن محمد في قصرنا. ما هذه الجموع التي خرجت بخراسان تطلب لك الخلافة؟ ليس لي علم بذلك. لا تعلم؟ يهتفون باسمك في المدن والقرى وأنت لا تعلم؟ إن كنت تريد التجني علينا فدونك وما تريد، أنت أمير المؤمنين ولا يحاسبك أحد، فتجني إن شئت. إن جواسيسنا يعرفون كل شيء عنكم وأنت تنكر؟ جواسيسكم يكذبون ولا شك، فقد تربوا في بيوتكم وأكلوا من طعامكم، فالكذب أهون ما يفعلون. من كان مثلكم ومن بيوتاتكم لا يرفع رأسه أمام بني أمية. ومن أنتم حتى لا ترفع رؤوسنا أمامكم؟ أنتم تعرفون من نحن، لا ينحني رأسنا إلا لله. لن ترى ضوء الشمس ثانية يا إبراهيم. سنرى، سنرى يا مروان. لقد عرفنا السجن الذي أخذ الإمام إليه، وماذا سنفعل إن عرفنا ذلك؟ لو كان الأمر لي لما تركته في السجن. الأمر ليس بيدنا يا داود، سنلفت النظر وستتعدد أهدافنا فتضيع. والله ما جاء بكم إلا خبر عظيم. ما وراءكم؟ لقد ألقوا القبض على الإمام وسجنوه يا صخر. الإمام؟ لعنهم الله. ما العمل الآن؟ قررنا أن نتجه إلى حيث يجتمع جيش الإمام. متى؟ غدا. فإما أن نعود بالإمام وجيشه، وإما أن نقتل دونه. سأخرج معكم. ونحن سنكون بانتظارك. هيا. بأمان الله وحفظه. لا أجد ما أقوله لك يا هند، ولكن خروجي معهم حتم. عهد أخذته على نفسي أن أكون في نصرة الإمام. وماذا عن سكينة؟ هي والله أعز علي من روحي. لا تخرج إذن، لا تيتمها وهي صغيرة. ولكنها ليست أعز من رسول الله ولا من ذريته. يا هند، لك في زينب ابنة علي
أسوة حتى تؤجري معها وتكتبي كمن سبي معها. كيف يا صخر؟ لقد مات الحسين وماتت زينب ومات زيد ومن معه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب قوما حشر معهم، ومن رضي عن عمل قوم أشرك في عملهم. فاجعلي هذه النية في قلبك يا هند كي تكتبي معها عليه السلام. سأذهب إليه ألتقيه خارجا. امسك يا جوهر، امسك. صخر، أهلا بك يا أخي. لي عندك حاجة يا زهير. أنا بخدمتك، فأنا وأنت صغران. صدقت، لكن خدمتك هذه من باب آخر، فأنت بنظري أمين، ورأيت أمانتك في خدمتك للمرحوم أبي وائل، ورأيت ثقته فيك. لقد ذهبت تلك الأيام بلا رجعة، فطلحة يحسب علي أنفاسي ويخونني، بل يخون كل من يعرف. هل أنت راغب بقضاء حاجتي؟ نعم يا أخي، اذكرها لي وسأسعى لقضائها بإذن الله تعالى. هذا الرجل يأتي بالطعام لإبراهيم بن محمد كل يوم ويبيت معه، حتى بتنا نظنه أحد السجناء لدينا. أفهم؟ هيا خذه. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل، ألا يروق لك الطعام؟ أما الطعام فالحمد لله رب العالمين. أشكرك وأهل بيتك على مواساتي في هذه المحنة، ولكن أن لي الاستمتاع بطعام في هذا المكان. سأتركه قريبا منك كل ما تشئت. جزاك الله خيرا يا أبو. سأنام خارجا، ناديني إن احتجت لي. إن شاء الله. اسمع يا أبا عبيدة، أريد أن أوصيك بشيء. قل لإخوتي إن الخلافة من بعدي لأخي أبي العباس، وأمركم أن تغادروا الحميمة إلى الكوفة على عجل، فإني لا آمن عليكم من القتل إن بقيتم. أستودعكم عندما لا تضيع عنده الودائع. Thank you.
سيدي لقد فاتك وقت الصلاة. سيدي 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 يا الله يا إلهي ساعدوني ساعدوني أغيثوني، لقد قتلوا سيدي إبراهيم. يا إلهي يا إلهي ساعدوني. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. تسمح لي بسؤال يا صاخر؟ تفضل يا أخي. إني رأيت اختلافا يسيرا بين صلاتك وصلاتنا. قلت اختلافا يسيرا؟ نعم ما رأيته كان اختلافا يسيرا. ما دام يسيرا فلا يهم، فإن الله يحب المصلين ويبغض المتهاونين. لقد قتلوا إبراهيم الإمام. مصيبتاه ومصيبتاه. يا سيدي إني أخاف عليكما أن بقيتما، لا نأمل أن يأتي الطغاة فيأخذوكما. إلى أين نذهب يا أبا عبيدة؟ أنترك عز دارنا ونخرج إلى الذل؟ بل لنخرج من الحميمة. إلى أين؟ الموت عندي أهون من الخروج هاربا من بيت إلى بيت. إن لنا جنودا ينتظرون الأمر منا، لا ذل ينتظرون، بل والله العز والسؤدد، وكأني بكلام جعفر بن محمد يتحقق. فها هي الخلافة تغدر. هيا لنخرج يا أخي. إلى أين؟ إلى أبي سلمة الخلال بأسرع ما نستطيع. هيا لعبد الله وإسماعيل وعيسى وداود راحلتهم حتى نخرج بهم إلى مكان نأمن فيه. هيا هيا يا أخي. ماذا بك أيها الأمير؟ لقد قتل الإمام إبراهيم غيلة. بعد أن اقتربت الإمارة منه واقترب منها قتلوه. لا نستطيع تغيير الخطة، فلنمضي لتنفيذ ما جئنا به. عاصم، أريد أن أفاتحك في أمر، وكنت أنتظر البداية منك ولكنك لم تفعل. تقصدين خديجة؟ أجل، خديجة. خديجة أصبحت تعنيني أكثر من ذي قبل، فهي مسؤولة مني كما أنت وشيماء، ولكن الزواج مؤجل حتى أعود من السفر، فأنا مسافر عند طلوع الفجر إن شاء الله. تسافر؟ إلى أين؟ لم نصدق أنك عدت، وأصبح لدينا رجل نحتمي به وأخ نفخر به. قد هبت رياح الثورة على بني أمية، وأنا قطعت عهدا أمام الله وأمام إخوتي في الثورة أن نقطع دابرهم إلى الأبد. ومن أنتم حتى تستطيعوا فعل ذلك؟ إنهم بنو العباس، أولاد عمومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نتخلى عن ثورتهم. لن تذهب بدوني، فإنني أقاتل أفضل بكثير من الرجال، وسترى. قد خبرت ذلك، ولكن لا مكان لك هناك، اهتمي بجندهم هنا، فهذا أيضا جزء من الثورة. على بركة الله. حدثني جعفر بن محمد الصادق قال: إن الله تعالى خلق الإنسان على 12 وصلا، وعلى 248 عظما، وعلى 360 عرقا، وهي تسقي الجسد كله. فالعظام تمسك الجسد، واللحم يمسك العظام، والعصب يمسك اللحم. وجعل في اليدين 82 عظما، في كل يد 41 عظما، في الكف 35، وفي الساعد
اثنتان، وفي العضد واحدة، وفي الكتف ثلاثة، فذلك 41، وفي الأخرى مثلها، وفي الرجل 43 عظما، وفي الساق 2، وفي الركبة 3، وفي الفخذ 1، وفي الورك 2، وكذلك في الأخرى. أما في الصلب 18 فقرة، وفي كل واحد من جنبه 9 أضلاع، وفي وقضه 8، وفي الرأس 36، وفي الفم 28 أو 32 سنا. كل ذلك بتقدير من العزيز الجبار، تعالت قدرته وجلت عظمته. أيها الإخوة، هذا هو اللواء الذي بعثه لي سيدي إبراهيم الإمام رحمه الله، وهذه رايته رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الرضا لآل محمد، الرضا لآل محمد، الرضا لآل محمد. ما هذا المكان؟ أتعرف هذا المكان من قبل يا صخر؟ أجل يا صاحبي، أجل، ولي فيه ذكريات كثيرة. هيا يا رجال فلنسترح قليلا. هيا هيا. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هو السبب ذاته الذي جاء بك ومن معك لنصرة الرضا من آل محمد. سيدي، قافلة محملة بما لد وطاب يا سيدي، من بلاد ما وراء النهرين، ثياب مزركشة وأوان معدنية، وفيها فخار ملون لا عين رأت مثله من قبل. وكيف عرفت ذلك؟ سيدي، أعطني إحدى هاتين الصرتين وسأخبرك أمرا. إن أردت أن تذوق حر هذا الخنجر فأعد علي ما قلته مرة أخرى. قل له إن أبا سلمة غير مرتاح، فأبو العباس والمنصور ليسا وجوها كإبراهيم، وإني أريد أن أجعلهما بين بني علي وبين بني العباس ليختاروا من بينهم، ولكن أخاف أن لا يتفقوا. تحقق من الأمر، ففي هذا المكان تكثر الذئاب الجائحة. لابد أنهم قادمون يا سيدي. أين؟ فإني لا أرى شيئا.